بحكي لكم هالنكته. اسمعوا هالنكته. يا مسيو زلمة عمره 70 سنة عم بتخبر نكت؟ كلمات متقاطعة، جريدة وقهوة. اكتفى المخرج بهيج حجاج بأبسط عناصر الحياة اليومية ليقدم فيلم بسيط بيشبهنا رغم كل رسائل الحكمة اللي بيتضمنها. بريتكست مثل ما بيقولوا لنفتح على كتير مواضيع أخرى من خلال الرجلين المسنين يلي بيجوا بيعملوا كلمات متقاطعة بيعتبروا هذا الشغل للتذاكرة، ولكن هيدا كمان حجة لنفتح لمواضيع أخرى العلاقة بالمجتمع، العلاقة بالأخبار، بالنيوز، بالأحداث اللي عم تصير، بالإرهاب، بوضع البلد ووضع العالم العربي بشكل عام. جابرييل يمين والراحل عادل شاهين بيجسدوا شخصيتين بلغوا سن التقاعد من سنين وجمعتهم الحياة على لعبة الكلمات المتقاطعة ليعكسوا من خلالهم معاناة الحياة اليومية بجمالها، بشعتها، قسوتها ومقاومتها بأسلوب سلس خلى المشاهدين منسجمين بحياة الجنرال والطبيب. كأنه خلصت حياتهم وصاروا عم بيشوفوا الحياة بتفاصيلها. أنتوا بتشوفوها يومية ما بتعطوها أهمية، هن صاروا عم بيشوفوها بتفاصيلها الدقيقة، مش بس عم بيعلقوا عليها، علقانه بقلبهم. هيدا دليل أنه الناس عم بتشوف الأشياء دايما من وراء أزاز. يمكن كان أحسن لهم ما يطلعوا لبرا، كانوا خيفانين يطلعوا برات الإزاز لأنه كانوا عارفين وين نهايتهم. مورنينغ غنوة. جود مورنينغ غنوة جملة رح تعلق بذهن كل مشاهد، وجود مورنينغ للمخرج بهيج حجاج شباك بيفتح الأفاق أمام أفكار وأحداث يومية تستاهل التعمق فيها.